ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. بين الحين والآخر تطالعنا الأخبار عن تفشي وباء أو استشراء بلاء، عندها يقف الجميع، إحدى عينيه يعلوها الذهول والأخرى يغشاها القلق، وبينهما الخوف يداعبه الأمل. وفي ظل هذه العوارض البيئية والكوارث الصحية كان لا بد من وقفة. أين نحن؟ وإلى أين نتجه؟ أإلى الله وبالله ومع الله، أم إلى إنفلونزا الخنازير؟ ما هو هذا المرض؟ إنفلونزا الخنازير هو مرض يصيب الجهاز التنفسي ويؤثر على الخنازير، وهو من النوع الأول منها. والنوع الشائع هو الذي يطلق عليه اسم H1N1، والفيروس الجديد متطور عن هذا النوع، وهو الذي ينتقل للبشر. هل ينتقل الفيروس إلى البشر؟ رغم أن الفيروس يصيب الخنازير في العادة وينتشر بينها، ونادرا ما ينتقل إلى البشر، إلا أن هناك حالات انتقال للفيروس من الخنازير إلى البشر، ومن ثم بين البشر أنفسهم. والاختلاف الوحيد هو أن الانتقال في الماضي لم ينتشر إلى أكثر من 3 أشخاص كما يحدث حاليا. ما هي أعراض إنفلونزا الخنازير؟ إن أعراض الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير هي نفسها أعراض الإصابة بالإنفلونزا العادية، أي ارتفاع درجات الحرارة عند المصابين بالفيروس، والإصابة بالنعاس والكسل، وانعدام الشهية والكحة، وسيلان الأنف، واحتقان الحلق، والغثيان، والإسهال، والقيء. كيف ينتشر الفيروس؟ ينتشر بنفس الطريقة التي ينتشر بها فيروس الإنفلونزا الموسمية، فعندما يكح شخص أو يعطس قرب آخرين فإن الفيروس ينتقل إليهم. كذلك يمكن انتقال الفيروس عن طريق لمس أشياء تحتوي على الفيروس، ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين. وقد ينقل الشخص المصاب بالفيروس المرض إلى الآخرين حتى قبل ظهور الأعراض. ما هي الإرشادات التي يجب اتباعها للوقاية؟ أولا، اتباع أمر الله بعدم تربية أو أكل هذه الحيوانات. ثانيا، غسيل الأيدي قبل كل طعام، وذلك من وحي السنة المطهرة. أيضا يفضل غسل اليدين بعد كل احتكاك مباشر في تجمعات واللقاءات. ثالثا، تشخيص الإصابة بأخذ عينة من الأنف أو الحلق ضرورية جدا لتحديد إذا ما كنت أصبت بفيروس إنفلونزا الخنازير أم لا. رابعا، إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، سارع بإبلاغ الطبيب المعالج. خامسا وأخيرا، ما تحتاج إلى وقفة، التوبة إلى الله والتضرع إليه، عسى أن يرفع عنا البلاء والوباء، ويقينا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا